بداية نرفع إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتباريك بمناسبة تسميته قائدا إنسانيا من الأمم المتحدة، وهذا اللقب الإنساني للإنسان صباح الأحمد يعطي الكويت مكانتها المرموقة ومكانتها التي عبر فيها كأنها تكون مركزا إنسانيا عالميا. فدائما الدول والشعوب والأمم تقفز إلى الأمام بفضل همم قادتها وزعمائها، وها نحن اليوم نبهج ونفرح ونسعد بأن يقلد المقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا اللقب الأممي الدولي الزعيم والقائد الإنساني، وكما عرفناه منذ فترة طويلة بعطائه المتدفق المنقطع النظير الذي سطر للتاريخ بأحرف ومجلدات من نور بما قدمه قائدنا وزعيمنا أمير البلاد حفظه الله ورعاه ومتعه بمفور الصحة والعافية والعمر المديد. والكويت اليوم جميعها بشكل عام ومحافظة الفروانية بشكل خاص تبهج وتسعد بأن تقيم احتفالات طيبة في هذه المناسبة، ستكون يوم الثلاثاء القادم 9 سبتمبر في تمام الساعة 7 مساء بمجمع الأفنيوز، وسيتزامن هذا الوقت مع وقت تقليد سيدي صاحب السمو في نيويورك مع فارق الوقت بين الكويت ونيويورك. ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا الكويت أميرا وقيادة وشعبا وأرضا وكيانا بحفظه، وتبقى خفاقة بالعلا رمزا وعلما ودولة. وعاشت الكويت وعاشت الكويت وعاشت الكويت وعاش الأمير وعاش الأمير وعاش الأمير وعاش شعبها الوفي وعاش شعبها الوفي وعاش شعبها الوفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.